صباح الخير، صباح النور. 8:15 ديال الصباح هادي البنات، والله ما كذبت عليكم. كنصور لكم التليفون، كنا نوريتكم الساعه. هادشي دابا غنجمعو. فقت درت الطاجين ديالي، خدا مني ربع ساعه. كنت خارجه الفخاد كبير القصير يعني ديال الدجاج. دابا يلا دابا مشى وليداتي، انا حطيتو رديتو دابا غنسد عليه، لانني عندي عاوتاني بلان اخر اليوم. ما يمكنش ليا نخلي وليداتي بلا ماكله. يا كنوجد لهم ماكله بكري قبل ما نخرج، يا كنجي وديك الساعه كنوجد لهم داك النهار شي حاجه اللي خفيفه ظريفه لي براتيك لي لذيذه وزوينه. اليوم شنو غندير؟ قولي لي ساره اش غديري اليوم حبيباتي؟ البارح مشيت لديك البلاصه اللي كليت فيها اليوغورت، عرفتيها عرفتوها؟ كتبت لي واحد صاحبتي كتركب معايا الخيل، عندها واحد العوتايه، قالت لي يا هذا اليوغورت ما كتبش ناكلو انا وياك، شحال مره درنا البلان وما صدقش ليها. انا بعدا ديما ديسپونيبل، هي اللي كتخرج لها شي حاجه من الجد، حيت تبارك الله عندها واحد الشركه ديال التكستيل مشغوله. انا ما كانش مقابل شغلها، ما تمشاش لهداك الشيء كيف ما خاصها دير. واو قالت لي امتى غنمشيو؟ قالت لي نجيو غدا نفطروني تما ونمشيو ناكلو اليوغورت. لا واخا ماشي مشكل، ايوا صافي هادشي. علاش دابا شحال؟ 8:15 دايره معاها مع 11، مع 11 غنفطرو تما، ومع الجوج دايره مع داملا لميس. خسر ليها الموطور وباغا ديه تصايب، وخايفه ديه بوحدها ليصدق واحد لا في الزنقه. وهذا قالت لي واش تمشي معايا؟ لا ماشي مشكل. ايوا صاحبي هي هادي اوقات صعبه، هي اللي خصك توقف مع صحابك فيها، ماشي غير وقت الضحك والنشاط. قالت لي خفت من بيكوز غتمشي لاطاشهير، بيكوز غاطاشهير بعاد على بعضياتهم بزاف. خافت لي وحلفها في الزنقه يوقف ليها وهذا، وصدق واحد اونبانو كتخاف مسكينه حشوميه، واحد الانسانه في حالها ما عندها صحاب ما عندها حباب ما عندها، بحالها بوحدها مسكينه بحال شي بيبي كتحمقني. ايوا وصافي. بغيت ندير كيكه وخرج البيض البارح في الليل، ولكن دابا 8 الجيران غيصدقوا داقين عليا على قبل داك الروبو. انا غنشوف كي ندير ليه، ما فيا ما خلطه بيدي، كتبش عليك وجا لي عكزت ويلي. حتى غنخرج نسيت ما وريتكمش كيكتي، الله يخليكم. ها الطاجين راه واجد، درت كيكه ديال الكاكاو هنايا. لا لا يا حبيبي عليا، انا راه بسره وجدت راس. ايه خويت اللي كنوض كنوض على خزيت. دابا 10 الصباح هادي وجدت راسي، انا غادا خارجه غادا تعيشوا معايا اجواء زوينه عاوتاني. يلا بسم الله. جيت دابا نفطر انا وبيلين. هيا مرحبا. بيلين من ماردين، المدينة العريقة، المدينة الزوينة. إن شاء الله غنمشي أنا وياها الماردين إن شاء الله، نديرو شي بلان. هانتوما فطورنا، شوفوا المنظر البنات. البلاصة هي فين كيبيعو فيها الياغورت اللي قلت لكم في الفيديو السابق، داخل ديال الدوسة هكا. Ateş rüzgar olur savrulurum.
kapıldım sevdicim. دابا البنات ساليت مع بيلين، سميتها بيلين، ساليت معاها وجيت لبيكوز كنتسنى في داملا لميس جيت كنتسنى فيها غتخرج دابا من الخدمة وقالت لي طلباتني، قالت لي عافاك واش تمشي معايا خاسر لها الموطور، قالت لي بغيتك تمشي معايا في الطريق مقدرش نمشي بوحدي بعيد على الحال. لا ماشي مشكل، راه حتى قلتها لكم الصباح، لا ماشي مشكل، اصلا ما عندي ما يدار كمل شغلي. صافي كمل شغلي، ما عندي ما يدار، قلت لها صافي مشي معاك ماشي مشكل، باقا عندي ساعتين على الاولاد دابا الزوج، ساعتين ونص باقا ليا، ايوا نمشي معاها ماشي مشكل. جيت البيكوز دابا عرفتو فين، حدا الدار اللي كنت ساكنه فيها، البارك اللي كنت كنجيب ليه ولادي بزاف، ها هو البارك دار راه رهيب. هناي بس كنهود العقابي ونجي نجيب ولادي البارك. ايام خلاوة ايام لا تلقى ابحالها ولو بالريق الناشف. الحمد لله على كل حال، الحمد لله، الحمد لله ونشكر على اي حاجه عطانا الله. الزينات يا الزينات، اوه النيف عرفتي شنو مع داك الباف اللي كندير، النيف كيعواج، النيف كيعواج ليا دابا جاب الله ما دارش لا طراس، العينين كيتخرمزوا زعما راه مع الموتور ما كيبقى لا مكياج لا والو. والله تلاقيت مع داملا مشيت معاها مسكينه تاع البلاصه فين كتصايب الموتور دغيا صايبوا ليها دغيا، والله الا عدا الزهر ما شاء الله. انا راه كيبقى ليا يومين ثلاث ايام ولا بعد مرات صايمه، انا ملي كنت صايب وديت جوج مرات كنت كنبقى كنعدي غير بالاخر سكوتر مازال ما بعتوش. وقدات الغرض دغيا دغيا صافي، ومن تما غدوز لواحد المول اخر غدير المانيكور، قلت لها خويتي سير تديري المانيكور، انا ما عنديش علاقه بالمانيكور اختي. اصلا ماشي مانيك، ما عنديش علاقه، ما عنديش الوقت، ولادي صدقوا جايين وبقاو ليا في الزنقه اللهم اختي، ثلاثه دابا جيت في الوقت، بقى ليهم ساعه ونص يجيو، وهاد الساعه ونص ترتاح فيها يا خويتي. حتى داز واحد النهار زوين عاوتاني الحمد لله والشكر لله، داز نهار فطرت انا وبيلين البارح، شافت ستوري ديالي كما قلت لكم، شافت ستوري ديالي وانا تما، قالت لي يا انا بغيت نمشي راه شحال وحنا كنديروا بلان وعمرها ما صدقات لي انا ما عرفتي انت غنمشيو، قالت لي نجيو غدا، قلت لها مرحبا انا مسالي ما عنديش مشكل، انت راك عارفاني ديما ديسبونيب. ايوا قالت لي صافي، هي فاش تلاقينا فطرنا مع بعض ما بعضياتنا ما سمعتش شديت لي فواكه، فطرنا مع بعضياتنا، هي من ماردين قالت لي مورا العيد نمشيو لماردين، انا غنمشي، قالت لي تنتي جي معايا يلا معايا، قلت لها انا كنحلم نمشي لماردين ماردين، وقلت لها إيه ماردين معروفه عند العرب بزاف، هذوك الديور ديال العرب راكم عارفين، ديلا خانوم عرفتوا داك المسلسل كانوا يمثلوه في ماردين، بزاف ديال المسلسلات كي كانوا كيمثلوه في ماردين، هي من تما عندهم الدار تما، وهذا قالت لي يلا معايا، قلت لها والله ما عرفت كنتمنى، قلت لها بغيت الدراري ديهم لما كانش كاع غير ديهم ندوي معاه نطلبو ونزاوبو مع ديما ندير، اختي بغيت نمشي لماردين ويلي وين جاتني الفرصه باش نمشي وما نمشيش، لا نمشيش غنعواج والله تنحمر، غنطلبو غنزاوبو نقول لي عافاك وهذا وهذا. حتى انا كندير معاه الزوين والله حتى كندير معاه مود زوين، كيقول لي ما نقدرش ناخذهم مثلا ولا هذا، كنقول لي ما عنديش مشكل انا الدراري ما كيتسبوش لي عائق، راه كندور معاهم وكنتسرى معاهم، داكشي اللي كنبغي نعيش كنعيشو حتى مع ولادي اللهم لك الحمد، هو عارفني انني كندير فيه بليزير وتا هو الله يجازيه بخير كيدير فيا بليزير بزاف والله. هاد السبت هذا كان نورمالمون غيجي يهزهم ياخذهم السبت بالليل، قال لي حد السبت خدام، قال لي داك الصمانه خديت كونجي واحد النهار، قال لي وقيدوه عليا وخاصني نخدمه، قلت له ما تقدرش زعما دير شي حاجه حيت انا عندي رونديفو مع صاحبتي نيت داملة، هي اللي فاش النهار مشيت انا وياها، قال لي مع الاسف ما نقدرش، وداز ساعتين وبقيت فيه بقيت فيه، وعيط لي صيفط لي مساج قال لي ساره رانا غدا الصباح نجي ناخذ مال 10 رانا بزز باش الكوميسار ديالو، قال لي بزز باش خليت من عنده الاذن ديال هذا النهار، قال لي بزز كيبقى يتنفخ عليا وهذا.
واو بعد مرة كيدير سيرتيفيكا ميديكال، قال لي داك السيمانة اللي دار سيرتيفيكا ميديكال، وقال لي راه صافي عيقتي تنهض عليه، قال لي ما نقدرش. هي فاش عاوتاني قال لي حاولت معاه وهبطت كواريه عطاني داك النهار، قال لي سيري قضي غرضاتك. قلت لي شكرا الله يجازيك بخير، حتى هو عارفني كندير فيه بليزير بزاف، هادشي متبادل، سهل عليا الامور سهل عليك الامور، حتى انت دير الحاجه حتى انا كندير الحاجه معاك، هادشي يعني بالنوبه. ايوا وصافي عرفتي جايه في الطريق وجا في بالي، جا في بالي كان قلت في راسي الناس دابا كلهم دابا منهيين مع تحضيرات رمضان، ها الشباكيه ها السلوه ها ما عرفت شنو ها البريوات هذا، هنا ما عندي لا جو رمضان لا تحضيرات رمضان لا حتى شي حاجه. الحمد لله على كل حال، كيف ما كان الحال هذه هي ضريبه الغربه. ما خمعت واخا كتبغي توجدي شي حاجه ولكن ما كتجيكش حلاوتها بحال رمضان. رمضان ريحه البلاد، الريحه شي الريحه ديال لاتموسفير في رمضان كتكون مختلفه، والله الريحه كيف ما قلت لكم ديال لاتموسفير كتكون مختلفه في رمضان. ما عاد تكوني ما عاد فين كتشمي ريحه رمضان، كتشمي ريحه الحريره ريحه فهمتي. هنا والو اختي، يا ربي تسمح لي، يا ربي يا ربي تسمح لينا على قبلهم، شي صوم شي ما يصوم ماشي لاسباب صحيه، كيقول ما كيقولاش لهم راسهم، اغلبهم الاتراك ما كيصوموش رمضان، ما عرفتش بزاف ما نقدرش نقول لكم واش اغلبهم، ولكن بزاف 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 ما كيصوموش رمضان، قهاوي المطاعم محلولين كياكلوا ويشربوا في بالنهار، ما كاينش شي واحد زعما كيديروش بعضياتهم ديك المساله ديال ويل شوف هذا ما صايمش شوف هذا كياكل ناري، يشوفوا بعضياتهم ديك الشوفه، لا لا بالعكس اللي كيصوم راه كيصوم كيحترمو، اللي ما كيصومش كيحترمو، وكيكونوا صحاب وجالسين مثلا في كان لحظه في مزرعه ديال الخيل في رمضان، اللي صايمين جالسين مع اللي ما صايمينش مثلا كيكميو، ماشي مقاربين مقاربين ولكن جالسين بحال هكا رجال مثلا، كاين اللي كيصوم كاين اللي ما صايمش كاين اللي صايم كاين اللي كيكمي، كاين اللي كيشرب اتاي كاين اللي كيشرب قهوه عادي، وحتى حد ما كيقول كيقول الاخر علاش ما صايمش، ما كيتدخلوش بعضياتهم، ولكن ما هادشي ماشي عنده عذر. الا كان عندك عذر صحي، انا كيف ما قلت لكم راكم عارفين عندي عذر صحي، الكلوه ممنوع عليا منعا كليا الصيام، الطبيب كيقول لي ساره بغيتي تموتي تجيبيها في راسك صومي، لانه الكلوه عندي عيانه ضعيفه، والكلوه الاخرى ما خاصنيش نفوري عليها نفورسي عليها، مثلا كنفورسي عليها كتبقى بلا ما كتشدني كريز، لكن هاد رمضان كنحاول غنحاول كنتمنى نصوم والله، غنطلب ربي وما نخلي ما نخلي ما ندير، ونفيق في اخر لحظه نشرب الماء مزيان، راه الماكله ما عنديش مشكل مع الماكله، ندير المستحيل ونحاول نصوم، ما كرهش نصوم، بغيت ما توحشت الصيام توحشت ما عرفتش، يا ربي تقدرني يا ربي تقدرني وتعطيني صحيحتي يا ربي، ولهلا ضرني ولا لهلا ضركم نتوما، يعني ملي كتكون في الصحه فعلا كيقول لك صيدر صيدر بي، ولا ترقوا بانفسكم الى التهلكه. حاولت نصوم شحال من مره ولكن شدتني كريز خايبه خايبه، راه صافي كنقول يا ربي يا ربي راه صافي هذه هي الاخره ليا، وقيله نفس ما كنقدرش نقدر نطلع الكلوه ديالي كنحس بها اللي ضعيفه اللي ضعيفه ماشي اللي صحيحه، اللي ضعيفه كتصير عليا بحال هكا، راه الصداع ديال الكلاوي الوجع الكلاوي راه ما يعرفوه غير اللي عنده الكلاوي، الله يعافينا ويعافيكم، لكن كيف ما قلت لكم غنحاول نصوم. صافي البنات مشي ارتاحي واحد شويه، كنبوسكم بوسه كبيره، شوف شوف شوف، وتهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، السلام عليكم. يا خويتي يا خويتي كيكتي وطاجين، هاي انتم كوزينتي مجموعه الحمد لله، فراني كيشعل الحمد لله، اختي اختي متوسم فراني فراني كنتمنى نكون درت فيكم الحماس وانتم تحكوا فرارنكم. وصافي البنات طاجين ديال الدجاج درتو، غير ما عنديش الزيتون الخضر هو اللي كان بقى ليا، درت الحامض وداكشي وداكشي وداكشي، بركه صاله من الهضره، بسلام عليكم.